فنانة سورية شابة من مواليد محافظة اللاذقية سنة 1973، بلشت حياتها الفنية سنة 1999 بمسلسل أحلامنا المؤجلة، ومن بعده ابتدى مشوارها مع الفنان القدير ياسر العظمي ضمن سلسلة مرايا سنة 2002. هي شقيقة الفنانة السورية تولاي هارون، ومن أبرز أعمالها قاع المدينة، وحوش سبايا، أشواك ناعمة، طريق النحل، مزنة، الهاربة، أيام الدراسة بجزئي الأول والثاني، وفيلم الأرواح المهاجرة. خير حبيبي، شوفي اعتذرت عن المسلسل. هيك بهالبساطة؟ ليش؟ أبداً بهالبساطة حبيبي. حكي لي شبك؟ شو يا؟ بلاقي وقعتيها من دكتور نادر. اي والله وقعتها مبارح. بعرف انه مبارح، شايف مبارح. اسمعي لك، بيهمني تفهمي شغلي واحدة بس، انك يا حلا عم تحطي حالك بمطرح مو إلك، عم تفوتي فوتي غلط. ها غلط. انا؟ ايه انتي. اسمعي بلي، انتي ما بتحطي راسك براسي، فهمتي؟ بتعرفي ليش؟ لانه ساعتها راسك بدي كسر لك اياها. خلصت؟ لقبت بسندريلا للدراما السورية، السندريلا يلي كشفت من فترة عن حالتها الصحية وأكدت أنها عم تقضي فترة علاج ونقاها ممكن تكون طويلة نسبياً، وكانت أخبار مرضها متضاربة بالفترة الأخيرة. عملت عملية جراحية ناجحة وطلعت بعدها من العناية المشددة قبل ما ترجع لها بعد عجزة عن التنفس لإصابتها ببعض المشاكل برئتها. وبتاريخ 8/10/2018 فقدت الدراما السورية سندريلا بعد ما قضت آخر أيامها وهي عم تصارع المرض بالمشفى. سندريلا للدراما السورية، الفنانة الشابة دينا هارون، من 7 ميكس تي في. الرحمة لروحك والصبر والسلوان لأهلك ومحبينك.